بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما في إطار المشروع البيداغوجي الخاص بمحاكاة تطبيق الواتساب وإنشاء صفحة أو موقع إلكتروني مشابه للواتساب على المعدات الذكية أو على أحد الهواتف، الآن سنتعلم كيفية التعامل مع الصور. إذا لاستكمال المشروع يجب أن نقوم بجلب بعض الصور الخاصة بالمستعملين، وهنا سنذهب إلى بلوجينج جديد خاص بالصور، حيث سنقوم بالتعامل مع UI، يعني User Interface Faces، ما هذا اسمه. إذا سنذهب دائما لجلب اللايوت وتثبيته داخل المكتبية إلى Plugins ثم Find More Plugins، يعني البحث على بلوجينات جديدة. voilà. ثم سنكتب UI ولا فيسز، يعني فيس يعني الصور، فيسز ولا. اذا لاحظ هذا البلوجين جميل، سنرن يعني سنقوم بتطبيقه اللي هو جلبه هنا. اذا سنضغط على الران للتعامل مع هذا البلوجين. اذا سننتظر قليلا الى حين تثبيت هذا البلوجين احبائي الكرام. كما قلنا في الفيديو السابق نريد بعض الصور العشوائية أحبائي الكرام، إذا سنذهب هنا كنترول شيفت وسنذهب إلى جميع العناصر، العنصر الثاني، العنصر الثالث، الرابع، الخامس، ثم سنقوم باختيار بعض الأشياء. بالنسبة للسن بين مثلا 30 سنة، بعض الصور 44، هنا ميل اند فوميل، ثم نيتشرال هابينس، بلوند، بلاك. سيقوم بجلب بعض الصور العشوائية أحبائي الكرام لهذه الصور. كما قلنا عفوا الانترنت احبائي الكرام، اذا كما قلنا سنقوم ب ثم الذهاب الى ريكتونغل ثم هذه المرف فوميل ثم السن يكون صغير نوعا ما. سنختار بلوند، لاحظ هنا كذلك سنقوم باختيار بعض الصور. سنذهب إلى بلاك ولا. ثم هنا براون، سنقوم باختيار اختيار الشكل ثم التطبيق. إذا كما هو موضح ذلك، إذا سيصبح عندنا تطبيق ولا الواتساب مثلا بعض الصور ويمكننا العمل على ذلك. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل أحبائي الكرام. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. كما يمكنني أن أقوم بتبديل الأسماء هنا، إذا يمكنني أن أشتغل على هذه الأشياء. Rectangle Set كما قلنا، إضافة انترفيت، ثم اخذ بعض الصور مثلا 21 فوميل ناتشورال، ثم دائما براون ابلي. سننتظر تحميل صورة. نعم صورة جميلة.
الحمد لله، كما يمكنني أن أقوم هنا باستبدال الأشياء. لاحظ، سأذهب إلى نورتين مثلا وأكتب بعض الأشياء، مثلا نورتين وفاطمة. فوالا، سأذهب هنا إلى تبديل الأسماء مثلا. لاحظ، سأقوم ب نورا إلى غير ذلك. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى وفي تطبيقات أخرى، ونحن نتعلم معكم ونستسمح على الإطالة، وشكرا وإلى اللقاء.